ودلوقتي مشاهدينا خلينا نروح نصبح على لام يا حمدين ونتعرف منها على اخر اخبار المرور في القاهره والمحافظات. صباح الفل عليك يا لام، يا كل سنه وانت طيبه. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير على كل مشاهدينا، وكل سنه وكلنا كل طيبين. كل سنه وانت طيبه. احكي لنا عن ذكرياتك اول يوم رمضان، بتعملي ايه؟ ليله اول يوم رمضان دي هي بالظبط ليله عيد، يعني بنعمل كل حاجة فيها كأننا صبحين الصبح في عيد عندنا. يعني مثلا الزينة اللي بقالنا أسبوعين ثلاثة معلقينها في البيت أو برا البيت آخر لحظة بنشد عليها تاني كأننا بنركبها من أول وجديد. وتليفونات بقى، المعايدات طبعا ما كانش في موبايلات زمان، فكان كله بقى يكلم بعضه، وجدتي ومامتي بقى يبتدوا يجهزوا الأكل اللي هيتعمل بكرة على الفطار، أنت متخيل؟ ويشوفوا بقى ويفكروا مين عاوز إيه وهيفطروا إيه وهيحلوا بإيه والحاجات دي كلها. وأول يوم رمضان برضو كمان ده بيبقى يعني إفطار العيلة دايما، بنعيد كل ده يعني بنعيد كل ده. وكمان الفانوس طبعا بحاجه مهمه جدا، اطفي نور اوضتي واولعه واغني لنفسي. وبعدين فانوسك كان بطاريه ولا شمعه يا لم؟ لا ما كانش شمعه، كان بطاريه، بس ما كانش فيه مزيكا، كان بينور كده برده وبيعمل مود كده لطيف في الاوضه. وقبل ميعاد السحور لازم استنى ساعتين ثلاثه كده واقفه في الشباك، ربنا مصبرني كده وماسكه فانوسي وعندي طبله صغيره، واستنى المسحراتي واشاور له واخليه ينادي على اسمي. تحس ان هي اجواء كده عيد، عيد بجد، حاجه مبهجه جدا، وكلنا بنستنى رمضان عشان نعيش معاه كل الطقوس دي. يعني حاجه جميله قوي. كل سنه وانت طيبين.